اهلا بكم مشاهدينا. بما انه داخلين على عام جديد، كل عام وانتم بخير ويا رب يجعل هذا العام افضل على كل الامه العربيه والاسلاميه، وان شاء الله كل شخص عنده طموحات يا رب يحققها في هذا العام. التغيير دائما في بدايه العام الجديد يعني يقدر يشمل كل جوانب حياتنا، حتى الانسان يبدا السنه الجديده بتفاؤل، يكون متوقع التغيير وللافضل. اليوم حنعرفكم مع زميلتي رنيم على ابرز الافكار اللي ممكن السيده من خلالها تجدد ديكور منزلها مع ضيفتها. مشاهدينا اسمحوا لي انتقل الى رنيم. يسعد مساك رنيم. يا مساء الورد يا هبة، يعطيك العافية. يعافيكي. أخبارك يا هبة؟ فعلا مثل ما ذكرتي طبعاً كل عام وجميع مشاهدينا بخير. وإحنا نحتاجين قبل السنة بنبارك لهم بنعايدهم. شفتي الاستعدادات، هذه استعدادات للسنة الجديدة طبعاً، سنة سواء كانت ميلادية أو هجرية. بشكل عام حلو التغيير، والأجمل صحيح. إني أنا مو مضطرة في كل أوقات إني مثلاً أغير أشتري شيء جديد، لا، ممكن التغيير يكون ضمن الحاجات الموجودة في البيت، لكن أضيف لمسة أو نوع من التغيير. بالضبط بالضبط. لسبب هبة نتكلم دائما عن الديكور، وتغيير الديكور دائما مشاهدينا ينعكس ايجابا على نفسيه الشخص، حتى لو كان التغيير بتفاصيل بسيطه او صغيره جدا. لسبب اسمحوا لي ارحب بضيفتي مصممه الديكور الداخلي الاستاذه ساره ابو قرى. اهلا فيك ساره. اهلا اهلا ساره. بدايه يعني دائما نتكلم عن اهميه التغيير فعلا من الناحيه النفسيه، وانتم كمختصين بالديكور فعلا تحسوا ان اي تغييرات في التصميم الداخلي او ديكور البيت ينعكس ايجابا على النفسيه؟ طبعا بدراستنا اول شيء بناخده اللي هي نفسيه الانسان بشكل عام، شو الاشياء اللي هو بيحبها وشو الشيء اللي هو فورا بيرفضها اول ما يفوت على المكان اللي قاعد فيه، ان كان بيت ان كان شغل ان كان مستشفى ولا اوتيل. ففي كثير نقاط اساسيه هي نهتم نحن كثير فيها كرمال يكون الشخص كثير مرتاح بهذا المكان اللي قاعد فيه. طيب ومع السنه الجديده كيف ممكن انا اضيف نوع من التغيير او التجديد على ديكور المنزل؟ طيب هلا كلياتنا في عنا مثل صمديات او قطع منخبيها، تحف تحف. اكيد الاهالي الامهات الكبار كانوا يجمعوا كريستال من زمان، هي الكريستال هلا رجعت كثير موضه قويه، فانه يرجعوا يحطوها يورجوها للناس ككولكشن لهم يفتخروا فيها، لانه هي هلا صارت كثير نادره تلاقي الاشياء القديمه اللي هلا ممكن تلاقيها عنها. قيمتها الان طبعا تكون اعلى، تكون اكثر واغلى من اللي هلا، وهلا بتلاقي صارت الموديلات كثير قليله منهم. طب بالنسبه للكريستالات يعني احيانا نحس انها موزعه في البيت، واحيانا نلقاها لا موجوده في مثلا دولاب او كورنر خاص فيها، ايش تفضلي او ايش الاجمل؟ طيب هلا بالنسبه للسيتويشن تبع البيت، اذا كان في عندهم اطفال وقتها بنحطهم بكورنر معين، بنحميهم من انه ينكسروا او يصير لهم شيء، بس اذا كان مكان ما عندهم اطفال او مكان للعزايم الكبيره، لا نحطهم ونخلي الناس تشوف المقتنيات ممكن تماما، لانه هي كثير الناس بتنعجب فيها بشكله ولها خصوصيه. عموما اي شيء في البيت يفترض يكون يعني له خصوصيه، او طالما انت اخترته فاكيد في سبب لهذا الاختيار. أكيد. اذا خلينا نتابع الصور ديكورات، لكن كلها اعتقد ل ليفينج رومز او غرف جلوس. اوكي هذه مودرن طبعا، هي المودرن. لو ملاحظه كيف الحيطان عاملينها ابيض، او هون مثل السجاد والمختارين وفرنتشر كثير فاتح مشان يريح من نفسيه الواحد، ما عم بيعجقوا كل شيء فيه، فيعني بيختاروا نوع معين من اللون وبيعملوه وبيحطوا من جهه ثانيه بيكون في اقوى. مثلا هون كيف مستخدمين الخشب، الخشب بيعطي كثير راحه نفسيه للانسان لانه هو شيء من الطبيعه. اللون الاورنج هو لون صاخب في حياة، فيه حياه، مشان هيك كنا مكترين من لون الاورنج، بس بنفس الوقت عاملين الفرنتشر فاتح. هنا الغرفة هذه بينك، ابيض وبينك، شايفة كيف عاملين دور باللون الحيط كيف لونه ابيض، وعاملين ما استخدموا براويز او شيء، لا فورا رسموا على الحيط. هذه رسمة على الجدار اللي اي، هي رسمة على الجدار، وبنفس الوقت مستخدمين الباركيه الملون، فهي عطت ديكور جديد ولمسه كثير ناعمه. حلو تغيير بعيد عن الوان الباركيه اللي متعودين عليه، البني صح بدرجاته صح، او اللون الخشب بدرجاته. وشايف الكنبايه مختارينها ابيض ساده وحاطين لاعبين دور بالمخدات. هي الملونه.
هذه الغرفة يمكن فيها زحمة أكثر أو حيوية أكثر؟ هي بسموها كولاج، اللي هو بتمزجي موديل عن موديل ثاني. مختارين البينك مع اللون الأخضر مع اللون الأبيض مشان يخلقوا جو جديد عن الجو المعتاد. طب كيف نسقنا؟ يعني نلاحظ هنا في أكثر من لون، مثلا الأخضر في الستاير، اللوحة، إضافة للون الفوشي والأورنج، يعني ألوان قوية. كيف دمجوهم بشكل أنها تكون مريحة للعين مع أنها ألوان كثيرة موجودة؟ لأنه اللون الطاغي أكثر هو اللون الفاتح، فأنت عم تكسري بلون الغامق اللي هو مثل الفوشيا. الفوشيا حطينا عليه شوي هلأ بالكنباية، حطينا المخدة الأورنج، بس نفس الوقت المقابل لإلها اللون الأبيض. أو حطينا كمان الحيط لون فاتح الأخضر، الحيط الستارات الخضراء كمان. هي أنت يمكن بالصورة شايفتيها شوي صاخبة، بس هي بالواقع مريحة أكثر. السجاد حتى عاملينه بيج، ففيه الرسمه شوي على اخضر، فكمان هذا النوع من انواع المريح. وضايفين عليه الطاوله الازاز مشان ما يحطوا طاوله لون مختلف، حاطين الطاوله الازاز مريحه اكثر وبتعطي مساحه اكبر. هذه الجلسه لوحدها شكلها رائع صراحه، محتاجه كتاب او كافي او يعني مريحه نفسيا. لكن الالوان معظمها ساده، اعتقد لعبوا باللوحات فيري سمبل، واللوحات والطاوله الاورنج. شايفه حتى لو دمجوا الارض او الرخام بالوان معينه، حطوا فوقها سجاد لحتى يدمجوا شيء غريب عليها. ومع الكنبايه حطينا كمان اللي هو اللون اللي هو السكري والاخضر والرمادي مشان تعطي جو احلى. طيب اللي كانت من تقريبا 3-4 سنوات ممكن لا زالت مستمره موضه الكورنرز اي هلا ضافوا عليها القطعه الاكبر اللي هو ممكن تنامي عليها او تعدي، اللي هو القطعه صوفا. ليش نحن اخترنا هذا الديزاين؟ لانه هلا صار الانترنت طول وقتنا قاعدين على اللابتوب على الموبايل او اللي هو، فهي القعده خلص صارت مور كومفورتبل لاي واحد. فهلا كلياتنا نقعد نتخانق على هي القطعه الصغيره كرمال نقعد عليها. الاكثر راحه في البيت. الاكثر راحه صح. طيب وبالنسبه لاستخدام المرايا، تفضلي استخدام المرايا في البيت او ما عادت موضه يعني؟ لا هلا المرايا بتعتمد على حسب حجم الاوضه. هلا اذا كانت الاوضه صغيره لا حطوا فيها مرايا بتوحي للشخص ان هي اوضه اكبر. ليه؟ لان هي بتعمل ريفلكت للاضاءه وللاغراض اللي جوا الاوضه. بس اذا كانت الغرفه كثير كبيره لا حاولوا يقللوا منها، لانه اوريدي حتعطي مساحه اكبر، وهن ما هم بحاجه ليوحوا بالشيء الاكبر لانه هي اوريدي كبيره. طيب اذا عندنا يعني سؤالنا الاخير، اذا سيده البيت عندها من العفش او الاكسسوارات البيت ما يكفي، كيف تغير في البيت من دون ما تضطر انها تشتري شيء جديد؟ طيب هلا بالنسبه للكنب ممكن انها تجيب قماش عادي وهي تنجده بايدها، لانه هو التنجيد ما بياخذ او تشرف على التنجيد. ممكن هي اذا كان هي حابه انه يكون في حدا عنده خبره اكثر بقصه التنجيد. بس التنجيد انه ممكن هي بس تجيب قماش وتغطي وتقعد هي تخيطه بايدها، يعني هو ما لازم يكون كثير بالدقه المفروضه، لانه هن عرفتي ناس حيكونوا بسيطين يعني بهي الاشياء. وبعدين اذا بتدمج الوان مع بعضها، قصص تحط نوع قماش عن نوع ثاني، هي كثير موضه وكثير تعطي ايحاء كثير حلو بغرفه الجلوس. او حتى تغيير شكل الديكور، اماكن تواجد الكراسي مثلا او من فتره لفتره يشيلوا ويحطوا يغيروا اتجاه الكنب، لون الستاره يشيلوها يغيروا يحطوا لون ثاني، هي بتوحي انه هو في كثير اشياء تغيرت. حتى بالشتاء عندنا بنحط سجاد لتوحي بالدفء اكثر، وبالصيف بنشيله وبنحط ستاير افتح مشان توحينا انه صيف وشمس وفيها نشاط اكثر للنهار. سارة أبو كورة مهندسة ديكور مصممة الديكورات الداخلية، شكرا لك على حضورك. ومشاهدينا إذا يعني في النهاية هو منزلك أنت، يعني تصممه بشكل اللي يناسبك، أهم شيء يكون في راحة وتحس أن فعلا هذا المكان. يعني البعض أحيانا يشتري كل شيء جديد لكن ما يشعر بأن في لمسة الخاصة أو أن هذا المنزل يكون خاص فيه. دائما خلوا لكم لمستكم الخاصة، اشعروا بالراحة في بيتكم تحديدا في الأماكن اللي أنتم معظم الوقت موجودين فيها، غرفة الصالة تحديدا، إضافة طبعا إلى غرف النوم. مشاهدينا طبعا إن شاء الله دائما يكون هذا التجديد مستمر، تجديد مطلوب ومو مرتبط أبدا مشاهدينا في المناسبات. وتابعونا مشاهدينا لكن بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، كيف تسهرين بأبهى حلة ومكياج مميز؟